تحياتي لحضراتكم ويا رب تكونوا بخير فين ما كنتم. كلامنا النهاردة عن قارة بيقولوا عليها أصل الإنسان القديم اللي سكنها من أكتر من 7 مليون سنة، حدوتة بشعوبها اللي عددهم أكتر من 1.2 مليار نسمة، ثروة باقتصادها المنهوب والمسلوب يا إما باستعمار ما رحلش عنها رغم إعلان الاستقلال من 50ينيات و60ينيات القرن اللي فات، أو بأهلها اللي مش قادرين يتفقوا على مصالحهم، أو بسبب طمع كل طمعان فيهم. قارة فيها 55 دولة تمتلك 30% من إجمالي احتياطي العالم من المعادن، 8% من احتياطي الغاز العالمي، 12% من احتياطي البترول العالمي، 65% من أجود أراضي العالم الصالحة للزراعة، ورغم كل ده بتتوصف شعوبها وتتصنف ضمن أفقر شعوب العالم عوزا واحتياجا وجوعا. وضيف عليهم معاناة بسبب الصراعات والحروب والإرهاب. قارة الحقيقة خرجت منها أقصى قصة استعباد في العالم بسرقة ونقل البشر والإتجار فيهم بسبب الأوروبيين المتحضرين أصحاب حقوق الإنسان اللي صدعونا بيها ليل نهار. لكن ورغم كل ده كل المؤشرات بتقول إن المستقبل أفريقي، النماء أفريقي، الخير أفريقي، بشرط واحد: أهلها يفهموا الحدوتة القديمة ويطووا صفحات المشكلات ويفتحوا صفحات الإنسانية والصدق وإعلاء المصلحة العامة. الحقيقة وعلشان كل ده كان لازم نفتح ملف قارة إحنا مبتداها الشمالي الشرقي، جزء منا وإحنا جزء منها، بنتشارك في حواديت ومية نيل زي الشريان في 11 دولة إحنا فيهم دولة المصب. وتبدأ الحكاية طيبين على رزنامة التاريخ من سنة 10050 قبل الميلاد اللي شهدت نهاية العصر الجليدي وزيادة المية اللي حولت أفريقيا لغابات وخضار وزراعة لمدة 5000 سنة، وبالتالي زاد استيطان الإنسان فيها مع حرف الزراعة البدائية والرعي وصيد الأسماك. لكن بحلول سنة 5000 قبل الميلاد زاد الجفاف مرة تانية، انكمش التمدد السكاني بالطبيعة حوالين الأنهار ومصادر المية وخصوصا نهر النيل اللي طوله 6650 كيلومتر بروافده في النيل الأبيض والنيل الأزرق، وبيبدأ الحقيقة من تنزانيا مرورا بأوغندا، رواندا، بوروندي، الكونغو الديمقراطية، كينيا، إثيوبيا، إريتريا، جنوب السودان، ثم السودان، وأخيرا مصر اللي كانت حضنة ليه والحقيقة امتنت لكرمه فيها، فاختلطت ميته وطنته بجينات البني آدم المصري وقامت على أرضنا حضارة غيرت وش الكون وخلت لأفريقيا طلة وقيمة. وكان للنيل أثر في أول حكومة مركزية في العالم سنة 3300 قبل الميلاد. كلمة مركزية هنا لازم نقف عندها، والسبب ان النيل اللي بيروي الارض وبيجي بفيضانه اللي محدش عارف يسيطر عليه في العصور البدائية الحقيقة، وطميه وطنته اللي كانت منبع الفنون والنحت والعمارة في مصر القديمة، كل ده كان محتاج حكومة مركزية تنظم الري وتتعامل مع الفيضان وتدير شؤون الدولة وترتب إبداعات الإنسان اللي أبهرت العالم. وده تأثير النيل في مصر، مدخل إفريقيا من الشمال الشرقي، ده غير أنه كان شريان تواصل ما بين دول حوض النيل من آلاف السنين. ولأن أفريقيا كأرض ومن قديم الزمن كان فيها الخير والمية والثروات والبشر اللي ما عرفوش معنى كلمة الدولة زي ما عرفتها دول تانية في العالم، فأفريقيا كانت مطمع لكلمة احتلال من عصور قديمة. تلاقي مثلا أن منطقة الشمال الأفريقي اتعرضت لاحتلال اليونانيين والفينيقيين والفرس كمان، وكان الصراع ما بين الرومان والفرس على مدار العصور على مين يكون له السيطرة. اليونانيين على سبيل المثال احتلوا برقة بدءا من 570 قبل الميلاد، الإسكندر الأكبر احتل مصر سنة 332 قبل الميلاد بعد القضاء على حكم الفرس فيها، الفينيقيين أسسوا مستعمرات لهم على طول ساحل أفريقيا
على سبيل المثال مدينة قرطاج في تونس واللي معناها المدينة الجديدة، أسسوها سنة 814 قبل الميلاد، ومنها انطلقت حملات استعمار مناطق غرب إفريقيا على ساحل المحيط الأطلنطي من سنة 425 قبل الميلاد. وبعدين كان استعمار الرومان لشمال أفريقيا، ومن بعدهم دخل العرب وأسسوا ممالكهم في شمال أفريقيا. الحقيقة مش بس شمال أفريقيا اللي كان مطمع لقربه من البحر المتوسط، لكن كل القارة اللي كانت مستباحة من تجار أوروبا في العصور الوسطى، لدرجة أنهم أسسوا مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا من خلال شركة الهند الشرقية الهولندية سنة 1652 كمحطة لاستراحة السفن الأوروبية. وكان للبرتغاليين نشاط غير طبيعي في احتلال أفريقيا، وخصوصا الجزر اللي ما فيهاش سكان كتير، أو بمعنى أدق اللي ملهاش صاحب. لكن الاستعمار الحقيقي كان في القرنين الـ18 والـ19 والـ20، وكان غير طبيعي. بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغاليين وبلجيكا، لدرجة أنه بيتقال أنه في الفترة من 1870 ل1914 نجحت أوروبا أنها تضيف خمس مساحة الأرض لممتلكاتها الاستعمارية، وحكمت الدول دي أفريقيا حكم الحديد والنار، ونهبوا الثروات واستعبدوا أهلها الحقيقة بأعصاب مش هادية، أعصاب باردة. وكان ده حق الحقيقة مكتسب. على سبيل المثال للحصر، كان ملك بلجيكا ليوبولد الثاني بيعتبر المنطقة اللي أنشأها وسماها الكونغو الحرة مستعمرة تخصه هو شخصيا مش بس بلاده، لدرجة أن جبروت معاملته لأهل المنطقة خلى دول أوروبا تجبره على التنازل عن ملكية الكونغو للبرلمان البلجيكي. فتخيل المشهد يكون إزاي. مش بس كده، لكن طريقة إدارة المستعمرات في أفريقيا اقتصاديا لصالح الاستعمار ما كانش بيحط في باله أن الدول دي لها شعوب محتاجة تاكل وتعيش علشان يعني تقدر تحيا الحقيقة أو تقول رأيها. فاستولى الاحتلال على أراضي الشعوب وخلاهم عبيد بيخدموا فيها، حتى لما زرعوا الأرض زرعوا المحاصيل الريعية اللي بتجيب فلوس للمحتل، مش علشان الناس تاكل، يعني اهتموا بزراعة القطن، البن، الكاكاو، الذرة، صدروا وأخدوا الفلوس. ده غير التنقيب عن المعادن والثروات الغالية زي الذهب والماس.